مشكلة من الطفولة، فأبوهم الله يحفظه ويطول عمره ويحسن له الختام، عمره 80 سنة الآن، مبتلى بالشك إلى اليوم، وعمره 80 سنة ما زال يشك في بناته ولا زوجته ولا غيرها. والأم عمرها الآن 50 سنة، دكتور أحمد. طيب، واضح من الكلام، طبعا هذا مو تشخيص، ولكن يعني من اللي المعلومات اللي حصلنا عليها من محمد أنه الأب عنده شك بموضوع العرض، وأن الأم والبنات عندهم ممكن يسوون أشياء لا أخلاقية. عادة هذا عندنا اضطراب معين معروف، اضطراب نفسي، يتمثل بأن الإنسان يكون عنده اعتقاد وليس شك. إذا كان شك هذا موضوع آخر، ولكن الغالب يكون اعتقاد، أنه معتقد أنه فعلا أهل بيته قاعدين يسوون أشياء ما هي كويسة، خاصة في موضوع العرض. للأسف هذا يعتبر اضطراب، يعني ما هو سهل، ما هو بسيط زي الاكتئاب والقلق والأشياء هذه. الاضطراب هذا عبارة عن قناعات احنا نسميها ضلالات. الضلالات يعني متى نسمي الشيء ضلالة؟ إذا كان في اعتقاد خاطئ مبني على طريقة تفكير خاطئة وبدون أي دليل. يعني لو جيت وسألته قلت له وش الدليل، ما راح يجيب لك ولا شيء، ما في أي أدلة، ولكن للأسف يصير عنده اعتقادات خاطئة وجازمة أن الموضوع هذا صاير. عادة هذا علاجه يكون عن طريق الأدوية، بس كل الناس أو أغلب الناس اللي يكون عندهم المشكلة هذه صراحة ما يجون يعني يحضرون للعلاج، لأنهم ما هم مقتنعين أصلاً أن في عندهم مشكلة. الخطأ عندكم، أنا صح. وهذا اللي قالت أم محمد، قالت أنها فعلاً ما يعني كل المحاولات السابقة كانت فاشلة موضوع العلاج. طبعاً إذا كان الموضوع وصل إلى اعتداء زي مثلاً ضرب الزوجة أو شيء زي كذا، ممكن يشوفون أحد. هي قالت ضار جابت طاري عمها أنه له علاقة بالموضوع أو حاجة. أحياناً صراحة يكون العلاج يمكن يكون بالإكراه، بالإجبار، يعني يكون في تنويم، أحياناً يكون بالإجبار لين ما يحصل على الدواء المناسب والتشخيص المناسب، وبإذن الله يتحسن الحالة. لكن هذا الدواء سبحان الله العظيم يعني يلغي فكرة الاعتقاد هذه. نعم، سبحان الله، شيء عجيب صراحة أن الأدوية نفسها تبدأ تغير طريقة التفكير، والقناعات هذه كلها تبدأ تروح شوي شوي لين ما هو بعداً، يعني حتى بعد تأثير الدواء يظهر أغلبهم يقول أنا ما أدري شلون كنت أفكر كذا. سبحان الله.